قاد سبيستيان لوب فريق البحرين رايد إكستريم إلى خضم المنافسة في رالي المغرب هذا اليوم. نعم، ويعد هذا الظهور هو الأول للوب على متن هذه السيارة منذ رالي سونورا في أبريل بالمكسيك. وحقق بطل العالم للراليات 9 مرات سيباستيان لوب الذي قاد سيارة فريق البحرين ريد إكستريم برو درايف هانتر بشكل تنافسي لأول مرة منذ 6 أشهر، المركز الثالث في المرحلة الافتتاحية من الرالي التي امتدت لمسافة 311 كيلومتر بين أغادير وزاكورا. وتضمنت المرحلة الافتتاحية وهي الأطول في الرالي ومسافتها ما يقارب 400 كيلومتر قسما مؤقتا بمسارات صخرية وترابية ومسارا بطول 10 كيلومترات عبر كثبان إرج شيغاغا.